الطلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل من جديد في شرح الشابتر 6 Frequency Response and Board Plot من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم دكتور منجي محمد زيدي. ونواصل هنا مع البود بلوت بود نيكويست دايجرامز. هنا قلنا أنه في الشرائح السابقة كنا تكلمنا على الفريكونسي ريسبونس، والفريكونسي ريسبونس يعني لها يعني تو باراميترز، امبليتيود ريشيو AR and phase angle. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا كان عندي نظام، سواء كان من first order أو second order أو PID control أو أي نظام، إذا هذا النظام يعني غذيناه بإشارة مترددة من نوع A sign ساين دبليو تي، سيعطيني استجابة واي اوف تي اسميها. وبالتالي the frequency response هتتكلم على ايش؟ تتكلم على الامبليتيود ريشيو، يعني الواي اوف تي هذا سيكون في شكل كومبلكس نمبر. يعني كومبلكس نمبر ايش معنى كومبلكس نمبر؟ يعني في شكل اي بلس جي بي في الاخير. والامبليتيود ريشيو هو بطبيعة الحال the amplitude، يعني the magnitude of this complex number. for example نسميه زد is z equal to root square a square plus b square. وهذه الاستجابة أو هذا الاوتبوت y of t له إيش؟ عنده يعني phase angle. هذا الphase angle بطبيعة الحال يعني عندي عدد مركب زد، يعني هو angle أو this angle theta or phi or أي رمز. إيش يساوي؟ يساوي طبعاً قلنا minus one الimaginary part اللي هي b على a. يعني في الفريكونسي ريسبونس عندي تو باراميترز، امبليتيود ريشيو اي ار اند فيز انجل اوف ا سيستم از كاركترايزد. يعني قلنا ايش؟ قلنا ذا فريكونسي ريسبونس اوف ا سيستم از كاركترايزد باي اتس امبليتيود ريشيو اي ار اند فيز انجل. طيب لهنا البارامتر هو ايش؟ البارامتر هو الفريكونسي، يعني المتغير هو ايش؟ المتغير هو التردد. يعني سندرس النظام من خلال تغير التردد. عندي الفريكونسي is a parameter. وهنا عندي يعني عندي عندي يعني دراستين، دراسة البوت دياجرام، يعني هنا نتكلم على لوغاريتميك بوت او نتكلم على النيكويست دياجرام سموه البولر بلوت. يعني ايش؟ يعني هذه الاوتبوت، هذه الواي اوف تي، هذه الواي اوف تي، اذا تكلمنا على البوت دياجرام سنستعمل ايش؟ سنستعمل اللوغاريتميك بلوت. واذا تكلمنا على النيكويست، وهو يعني امر لا يهمنا هنا، يعني يعني لمعلوماتكم فقط، اذا تكلمنا على النيكويست دياجرام سنتكلم على البولر بلوت. ما يهمنا في هذا الشابتر هو البود دياجرامز. البود دياجرامز لا بد ان نتكلم على ونعرف ما معنى اللوغاريتميك بلوت. هذا ما سنناقشه في الشرائح السابقه ان شاء الله، المواليه ان شاء الله. بالنسبه للبود دياجرام، هذا هو مستر بود. مستر بود ايش يقول؟ يقول عندي يعني شيئين، امرين، الامبليتيود ريشيو فاريز ويث فريكونسي، والزاويه تتغير بتغير الفريكونسي. وبالتالي البود دياجرام هو يتكون من عنصرين اثنين، عنصر الامبليتيود ريشيو كيف يتغير مع الفريكونسي الدبليو، وعنصر زاويه الاوتبوت كيف تتغير مع الفريكونسي. يعني عندي the same real axis، لكن الimaginary axis يعني عندي جزء اتكلم فيه على الامبليتيود ريشيو. بطبيعه الحال لما نتكلم على بود يعني سنستعمل اللوغاريتميك بلوت، لوغ بلوت. وبالنسبه لنفس الشيء للزاويه، سنرى كيف تتغير زاويه the response of the system or the angle of the response of the system as a function of W as function of the frequency. هنا لمعلوماتكم فقط أنه يعني في بعض المراجع تستعمل يعني هنا الماجنتيود هذا يستعمل amplitude ratio over gain النظام، وفيه يعني بعض المراجع، نفس بعض المراجع تستعمل يعني هنا الزاوية، يعني تأخذها الريل اكسس، يعني يصبح نورماليزد في تاو دبليو. يعني في، لكن هي في الاخير يعني تؤدي الى نفس الكيرف والى نفس الدراسه. ثانك يو.